هل فشلنا في محاربة الفساد أم هو يتنوع ويتلون حتى إننا لا نستطيع المحاربة؟ أليس من مصلحتنا أن نحقق الإصلاح ليخفف بل يزيل الفساد؟ هل الإصلاح مرهون بالأفراد أم الجماعات؟ ومن يملك حق السعي لهذا الإصلاح؟ أين أدوار المؤسسات والهيئات الحكومية الرقابية في المراقبة والسعي والإصلاح؟ الإصلاح سيف ضد الفساد، هو موضوع ساعة حوار مع ضيفنا الأستاذ خالد السليماني. يأتيكم في الأوقات التالية.